هذا وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجلس العسكري في النيجر أسبوعاً لإعادة النظام الدستوري بالكامل في البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم، داعية إلى الإفراج عنه فوراً. إكواس وفي ختام قمة طارئة لقادة دولها الأحد في أبوجا أعلنت عن حزمة من العقوبات ضد نيامي شملت إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر ووقف المجموعة جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها والمعاملات التجارية والمالية بين جميع دول الأعضاء فيها وفرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب. In the event the authorities' demands are not met within one week. في حال عدم تلبية مطالب السلطة في غضون أسبوع واحد ستتخذ جميع الإجراءات لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ويمكن أن تشمل هذه التدابير استخدام القوة ولهذا الغرض سيجتمع رؤساء أركان الدفاع بمجموعة إكواس على الفور لمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف والإرهاب ضد أرواح وممتلكات المواطنين الأبرياء والمقيمين في النيجر.